كوبر ماتيريال سهلة جدا، مفيش فيها حاجة. هروح على اولدي او نو لاير. طبعا الجريد خدناهاش، دي تحط في الميتالز، دبل كليك، ودي برضو في الميتالز، اجي في الميتالز، ودي هنسميها كوبر، دي هتتحط على ال بولت، بس البولت بتاعت ايه كده؟ هي دي المفروض على ال دي المفروض على ده اللي ورا، ده السيمتري، الذكاء الواحد. ماشي، عموما دي كده هتحط على النل، لان انا هاخد المسمار ككل، وكالعادة كيوبيك دبل كليك، مش هتكلم بقى في دي كتير. كولر مفيش كولر، ريفليكتنس شيل، اد وورد، الكولر بتاعي هيبقى يعني حاجة كده، مثلا فرنل هقول له دايلكتريك، وهقول له دي مثلا تبقى بتاع 8 ممكن 10، بس مش مشكلة. روفنس هخلي فيه روفنس، عايز تشتغل بالطريقة بتاعتنا اشتغل، يعني حط بقى تكتشر وتخلي الروفنس في حتة كتيرة وفي حتة تانية قليلة يعني. انا انجازا للوقت احنا خلاص عرفنا الفكرة، فهعملها بالشكل ده. زي ما هي، ونفس دي كنترول ونسحب، كنترول ونسحب، كنترول ونسحب، عشان تروح ل الأربعة. لو جينا بس نعمل دي كده، لأن أنا رفعت ال reflection IOR بتاع الفرنل، ده هيفرق. خامة الكروم أختها، بالظبط تمام. الكروم نفس دي هسحب كده، ودي هسميها كروم، والكروم دي هتبقى لباقي المصانير. عندي الكلونر ده بس دبل كليك، الكروم مفيهاش الكلام ده،
بالمنظر ده. وفي الكروم في الديفيوجن عايز احط ايمج ديفيوز. الديفيوجن معناه ايه؟ معناه الشانل زي ما قلنا بنسميها الديرت شانل. خلاص هي فايدتها انها بتقفل الكلر شويه وبتقفل الريفليكشن شويه، وانا مش عايز حاجه سودة قوي، عايز حاجه بس يعني اهي حاجه زي دي مثلا. تمام، طبعا هقول له افكت ريفليكشن، اهي شفته كسرته شويه، فانا ممكن اسحب ده كده حبه الميكس بحيث ان هو ما يبقاش اسود، ما يبقاش فيه قطع سودة يعني. هاخد الكروم واحطها على الكلونر كالعاده، هتبقى كيوبيك. افتكر هي على نفس ده كمان، كلونر كيوبيك كلونر كمان، فاضل واحد ده. سكرول تو فيرست اكتف اوبجكت اهو دي وكده. لو جينا نشوف رندرايا ودي كمان صامولا النحاس الكبيره دي، دي في البادي افتكر هي دي، دي تبقى نحاس. بس دي بقى كانت عامل فيها شويه سكراتشات بس ما علينا. في الكبسول السفير دي هتبقى كروم، وبرضو الهيد الهيد بورتس الهيد بورتس اللي هي دي. والسلوك نفس الحوار تبقى كروم هي كمان، السويد نيركس وهو ما يلي برضو كيوبيك. ودول اللي هما السويد ده برضو كيوبيك، والسفير دي برضو كده. خلوا بالكم من اللي هيحصل دلوقتي، لما بحط خامة على بيرنت بتاخد اللي تحتها، بس لو حطيت خامة على ده بتبقى لوحدها عادي جدا ومبتتأثرش بالخامة اللي فوقها. خلي بالكم بس من النقطة دي، هي جاية حالا في خامة الجلاس. لسه ده اللي هو دول كروم 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 كروم، وسلكت دول وكلهم يتقلبوا كده. كنترول اس الاخ اللي قدام ده خلي بالنا، ده فيه سويب وفي سلندر وفي جلاس. اولا السلندر ده هتبقى الماتيريال بتاعه اخت البادي وكالعاده كيوبك. تمام، بس دي هكررها بتاع 3 مرات عشان تبقى يعني التوزيع بتاعها احلى. ممكن تعمل لها سكيل اللي يعجبك. السويب ده اللحام، فاللحام ده هيخلي كروم وبرده كيوبيك ماشي اي حاجه. ودي الجلاس، هنعمل خامة الجلاس بعدين. تمام، افتكر كده كل حاجه تمام. لو جينا عملنا ريندر كده عشان نشوف الخامات الجديدة، ادي الريندر بعد ما خلصنا. افتكر كده ما عادش عندنا اي خامات ميتال في الـ في الـ في الاوبجكت ده. و مرندرناش احنا ده او ما بصناش على ده كده، نشوف مش محتاج اكمل. جميلة جدا، والكروم جميل، والمعدن هنا شكله
ظريف. نيجي للماتيريال بتاعه الجلاس، هروح لنو لاير دبل كليك واروح للايرز وهسمي دي كلاس وارمي دي جوه كلاس وهسمي دي كلاس. دبل كليك الجلاس ملوش كلر، هشيل السبيكتر بتاع ريفلكتنس وهفتح الترانسبيرنسي. طيب مبدئيا كده الجلاس هيتطبق على الديسك، ناخد الجلاس نحطه على الديسك هنلاقيه اتطبق تمام. وهنا كمان هنا هاخد الجلاس كده هلاقيه اتطبق. نكمل. اولا في الترانسبيرنسي متبقاش 100% والا مش تشوفه، فانت تقلل الترانسبيرنسي شويه وتروح في الريفراكشن اللي هو الانكسار، ممكن تخليه 1.3 ممكن تخليه 1.6 لو عايزه يستخين شويه. في تكتشر مش هعمل فيها حاجه، لكن في ابزوربشن دي معناها لو الازاز ده انت عايزه تخين معنى كده ان الضوء مش هيعدي في الازاز ده مسافه كافيه، ففي الحاله دي بتقول له الضوء هيعدي مثلا قيمه 50 سنتي، معنى كده الازاز ده فعلا هيبقى تخين. ممكن تقول له ياخد كلر بسيط وما تزودش قوي لان هو سنسيتيف جدا للكلر اهو. لو جينا عملنا دي كده، لو جينا نبص هنلاقيه بالشكل ده كده. طبعا شايفين انتوا الخروشه دي من النويز، يعني دي من الريندر مش من الماتيريال نفسها. طبعا في الفاينل ريندر ده كله هيتظبط. المهم كده ماتيريال الازاز او الجلاس او الكلير بلاستيك وات ايفر معانا زي الفل. نيجي الماتيريال بتاعت العجلة، هروح لنولية دبل كليك واخد دي احطها في ليزر، ودي هسميها الطير. الطير دي هتبقى على الكونكت اوبجكت ده، فانا عشان اريح دماغي هكتب هنا كونكت، هلاقي الاربع عجلات دول هقوم عامل فانكشن ابلاي، ارجع للاتريبيوت قول ان هما كلهم كيوبيك، اشتغل براحتك دبل كليك. اولا كلر الى حد ما اسود، اوبس كلر اسود، كنت شغال على الترانسبيرنس معلش. الريفلكتنس مش عايز ده، لكن هروح ل بيكمان كمان، والروفنس دي هتعلى لان ده المفروض مش عاكس. فرنيل دايلكتريك ونجرب نشوف. سأفتكر تمام، بس عايزة تغمق. هتروح هنا هتقول لي حط كلر مهما تعمل ولا الهوا. اللي يقفل دي الديفيوجن، قول له افكت بس ريفليكشن وبلاش يافكت سبيكلر،
عشان تبقى اللمعة زي ما هي. في التكتشر حط حاجة ابيض واسود كالعادة، ممكن نحط نويز على فكرة. فانا هروح للود ايمج برضو تاني، ومش هاخد صورة مقفولة، لكن مش مقفولة قوي، ممكن حاجة زي دي. شوف اقفلها ازاي، هقول له بس الميكس ما يبقاش جامد قوي عشان الدنيا ما تبص. نشوف هيبدأ يرندر، هنلاقيها قفلت، قفلت فعلا. تمام، هاخد دي كوبي واروح للريفلكتنس، وفي السبيكولار سترينجز هحط دي بيست، فمش عايز اللمعه تبقى جامده قوي زي ما احنا شايفين كده. ممكن احط فوقها كالرايزر، هذا ابيض، قانون اتحفظ اتحفظ البروسيدرال ده. تمام، في الكالر ميبقاش ابيض قوي، بس في الديفيوجن سنه قدام بس. ولو عملت، بص لو انت عملت سيلكت على ده ورحت هنا قلت له ريندر اكتيف اوبجكتس اونلي، كده تمام، وميت فل و14 والدنيا حلوة أوي. فاضل بس إن أنا أعمل البامب عشان يبان إن هي كاوتش. هروح في الريفلكتنس، هرفع الروفنس حبة كمان، وهروح في البامب، وممكن أجيب واحدة من دول. تمام، لكن في السيرش كنت كاتب ليزر، ليزر اللي هو الجلد، فانا عندي هنا شويه حاجات ابيض واسود للجلد، بس طبعا هي مش هنا، هي في 2 دي اسيتس. ايوه ليزر هي هنا. هما دول طبعا عايز منهم واحده ابيض واسود وتكون قريبه من بعضها، يعني ممكن دي بس دي، و ممكن ايه، هاي واحدة بنت حلال. ممكن دي اوبن ويندو. ايوه شفت الباترن ده، هو الباترن ده. لو زودنا سنه تمام، ممكن نحط فوقها لير، جوه اللير هنحط حته نويز. هو النويز هيعمل كده، افتح النويز، نقي من هنا، جرب. حلو الناكي، وهروح لجلوبال سكيل. لو قللنا الجلوبال سكيل خلينا مثلا 50، هيبقى بالشكل ده كده. تمام، فانا عايز اطلع اب، هنشوف برضو على التكتشر، واقوم قايل له ده يبقى مثلا اوفرلاي بحيث يبقى بلندد مع الهارد لايت سوفت لايت.
مش عايز التاني برضو يضيع من تحت سبتراك. لا كده رحمة في غلط. مالتبلاي سكرين افتكر سكرين كويس. نشوف كده على الاوبجكت نفسه رندر اكتف اوبجكت. مش عارف حاسس ان احنا نحتاج نقلل النويز. هنحتاج نقلل النويز وافتكر هنسكيل التكتشر. هو ده افتكر هنسكيل. ده احنا هنسكيلها ونص. شيل ده ارجع لده. render active object نقلل روفنس شوية ونزود سبيكولر شوية كالرايزر. افتكر البامب مظبوط بس متهيألي والله أعلم لو رحنا البامب شوية أفتكر هيبقى أحسن. خلينا بلاش نعمل render active object المرة دي. خلينا نعمل بورشن احنا كده. جميل كده خامة الكاوتش نقول عليها اوكي. جميل جميل جميل. طيب طب لو عايزين نعمل على درت انتوا عارفين الطريقة. هنعمل قامة الفا ونحط الالفا فوقها وانتوا عارفين وانتوا عارفين الباقي. تمام نيجي بعد كده للريم او الماتريال دي. دي جوه طاير او جوه ليذر. نو لاير دبل كليك ودي هنسميها الريم. الريم دي هتبقى في الميتالز. ميتالز انا اصلا كده كده كنت مسميه ريم. اتريبيوتس كيوبيك كنترول ونسحبهم كده. دبل كليك على الريم دي قريبة من الكروم على فكرة. هخلي ده بلاك. في الريفلكتنس هشيل ده واحط وورد واحط دي الكتريك واخلي دي مثلا 40 سنة روفنس. بس دي ليه مزاج احط لها اللي انا زاد احط لها ماسك. ماسك خفيف حاجه كده يعني. تمام سبيكولر سترينجز ماشي.
احط بامب بس مش هحط بامب. ديفيوجن اكيد عايز ديفيوز. افكت ريفليكشن يعني مجرد حاجة كده. و نسلكت الرمز رندر اكتف اوبجكت ولا هيرندر حاجة لان انا عملت سيلكت هنا مش هنا، فانا المفروض سيلكت هنا. طيب هسيلكت الويلز وهقول له رندروم، مش مشكلة هاخدها معاه. طبعا انا اتعمدت اعمل ده قافل شويه بحيث ان الماتيريال اللي جوه دي تكون مقفوله شويه عن الماتيريال بتاع الكروم بتاع المسامير. ليه بقى؟ لان انا هنا اهو عندي مثلا 10 ولا حاجه، يبقى 5 كمان. شوف بدأ يظبط شوية، بس طبعا مش الأكيرت. دي كانت 2 هيبقى مظبوط. تاني render active object عايزه اللي هو المعدن الأسود شوية ده، هو مش كروم، هو مش كروم، مش عارف اسمه ايه. يبقى قافل شوية كده. أيوة هو ده. هو ده. زي الحديد، هو حديد بس مش عارف بيبقى اسمه ايه. جميل. طبعا ممكن نعمل حركة الامبنت اوكلوجن ونحط سكراتشز زي ما قلت لك. انت عرفت الدنيا ماشية ازاي، العب بقى براحتك زي ما انت عايز. طبعا في نويز بالهبل عشان الرندر. بس ريزلت محترم، بس مش قادر اسيب دي من غير بامبو بصراحة. يعني مش قادر اسيبها من غير بامب. هناخد اللاير دي، بس خلي بالك اللاير دي عشان تبقى عارف السكراتشز بيضة، فزي ما انت شايف بص طالعة لفوق. فانت تعمل ايه؟ خد دي بالسالب، هتلاقي كأنك انت عكست كده اهي. بس طبعا انا مش عايز السكراتشز تبقى ما تبقاش ظاهرة قوي كده. تمام. كنترول اس والتاني render active. طبعا كنت ممكن اعمله حديد اسود. تمام ممكن.